اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطابخ العالميه، المطبخ الغربي. الاكل بتاعنا النهارده بنفس الماتيريال، بنفس المكونات، ولكن هخليكي تختارك المطبخ الطلياني، المطبخ المكسيكي، المطبخ الهندي وهكذا. النهارده معايا جوز فراخ حلوين، تعالوا نغير الطعم ونطلعها من جو صينيه فراخ بالبطاطس، شاورما، الحاجات اللي احنا عارفينها دي، وهنعملها فراخ مشويه بالزعفران. الزعفران ايه متطلباته علشان يشارك مع فراخ مشويه؟ حاجات كتيره قوي، ممكن يكون زبادي، ممكن تركيبه من التوابل العربيه، هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. وخاصه الزبادي لما بيشارك المشويات في تركايه في الاكله دي لازم نشوفها مع بعض عشان الزبادي ما يبرغلش مننا او يفرط على وش الحاجه اللي بنشويها. معانا طبق مكرونه النهارده، المكرونه الاسباجيتي دايما مظلومه مع صوص بولونيز مع المطبخ الايطالياني او مع الوايت صوص. نحن هنعملها النهارده مع الجبنه، ولكن نوع الجبنه النهارده مختلف، الجبنه الشلش او الجبنه المجدوله معروفه بالاسم ده في المطبخ الشامي والسوري بالاخص. هنعملها النهارده مع بعض بالجبن، نوع الجبنه ده كده. ميزه الجبنه دي يا شيف مغازي غير الموزاريلا، لما بتخش مع الوايت صوص اللي انا هعمله بتشد وبتبقى مطاطيه، الاطفال بيفرحوا بيها وبتعجبهم قوي على فكره. فطبق المكرونه ده له مذاق خاص بنوع الجبنه ده، هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه لطيفه وحلوه. الحلو بتاعي النهارده بيناسب الرياضيين كبار السن، الاطفال الحلوين، ولكن هنعمله بطريقه جديده. كاسات التمر او المهلبيه التمر بالمكسرات والعسل. الميزه في الطبق ده في كل العناصر الغذائيه اللي بيتطلبها الجسم حسب الاعمار، صغير وكبير. حلقاتي فيها تفاصيل كتير، معلومه غير معلومه، فيها فكره طهويه بخفة دم مصرية من مطابخ العالمية. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف بن سن السكاكين. تعالوا مع بعض مع جوز فراخ حلوين، انا هشويهم النهارده بالزعفران. الزعفران حاجات في السوق كتيرة قوي على فكرة، خلينا نشرح الموضوع ده. في زعفران بأسماء مختلفة، يعني بماركات مختلفة مش هنقولها، ولكن سعره غالي شوية. ايه البديل له؟ في البودر منه بشكل البرتقال. معانا جوز فراخ، معانا عصير برتقال، معانا زبادي، 3 كوبايات زبادي من اللي بتتباع في السوبر ماركت بالحجم الصغير اللي هو العرض من الآخر. معانا بصل وفلفل ألوان، فلفل حار، معانا كزبرة خضراء وتوم وعصير ليمون. هي دي المقادير، مش هنحط بتوابل كتيرة علشان طعم الزبادي والزعفران ما يهربش مننا. ميزة الأكلة دي بريئة من الكمون والكزبرة، يعني مش هيخشها لا كمون ولا كزبرة، الحاجات اللي احنا عارفينها الشرقية. هناخد الفراخ دي الأول نشيل الجلد بتاعها بالشكل ده كده. لما بنيجي نحمر الطعمية في البيت، الطعمية بتاع اللي بنفطر بها الصبح، الراجل بتاع الطعمية، الراجل الطيب الجميل ده، بيحمر شوية فليفلة، بيحمر شوية بتنجان، فلفل رومي، شوية بطاطس، ويجهز الزيت لتحمير الطعمية. عشان كده مهما تحمر الطعمية في البيت ما بتبقاش زي بره. انت بتحمر في زيت نضيف، فالطعمية مش عايزة الزيت اللي هو لسه خام، لازم تحمر فيه بتنجان وتحمر فيه طبعا الفلفل والبطاطس وهكذا. نفس الموضوع المطاعم، ده مطبخ شغال بيبقى فيه صوصات مختلفة، حاجات إمكانيات تانية، ولكن أنت تقدر تخلص الطعم ويبقى أحسن من بره كمان بالطريقة اللي أنا بشتغل بيها. طب ما أنا بشوي فراخ أهو، شوف الفراخ دي هشويها بالزبادي دلوقتي بالشكل، شفت أنا أهو شلت الجلدة بتاعة الفراخ من غير ما أعور إيدي أهو، ونضفتها بالشكل ده كده. الحاجات دي بشيلها مش عايزها، بخليها في طبق جانبي زي عينيا أهو، وهمسك الفراخ دي دلوقتي أتبلها وأنت معايا. تيجي تاكلها بره مش هتلاقي زيها بره، هيحصل من بره اهي فرخه زي الفل، ونرجعها مكانها. ناخد اختها كده اهو، عيني حاضر ما معانا اهو، بس حلو اهو بالشكل ده كده. نشيل الجلد ازاي كده اهو، نمسك الفرخه كده بالراحه عشان ما تعورش نفسك اهو، تخلصي منها كده وسكينتك تكون حاميه. يعني معناته يا شيف لما نيجي نشوي فراخ لازم نشيل الجلد، مش في كل الفراخ، في فراخ لازم نشويها زي ما هي كده، لان الجلده برضو دي خلي بالك فيها دهون حلوه، والدهون بتاعتها مفيده مش مشكله، ولكن برضو بيبقى شكلها حلو بالجلد. ولكن في النوع اللي انا هعمله دلوقتي مش محتاج الجلد بتاع الفراخ اهو، عشان كده بشيله بالراحه مع حضراتكم واحده واحده. مش عايزك تعوري ايدك خالص، بسكينه صغيره في ايدك كده. دايما لما تيجي تستخدمي تخلي فراخ، تنضفي فراخ،
لازم السكينه تكون صغيره في ايدك علشان ايدك ما تتعورش. اهو شفت انا بطلع بالجلده ازاي؟ اهو شايفين انا بعمل ايه؟ اهو شفت الفرخه كده اهي زي الفل معايا. بتعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ همسك الفرخه كده اجي عند الصدر ده كده، شفت الطريقه دي كده، وامسك الصدر اهو. التقطيعه دي مهمه جدا. اهو تقوم الخلطه اللي انا هعملها دلوقتي للفراخ تخش بين الصدر والانسجه بتاعته. هو ايدك اهو، شفت الشكل ده كده؟ حلو. شيل دي كده كمان، مش عايزها كده. ناكل الصدر كله مع بعض. ادي واحده، الثانيه نخش عليها. اللهم صل على النبي. اي وزن بيسالوني الفراخ دي يعني الوزن، يا ممكن كل ما كانت الفراخ صغيره كل ما كانت احسن. قطعها بالشكل ده كده كمان. ولازم تيجي التقطيع بالشكل ده كده، تديك شكل القلب. حلو قوي. نجيب بقى الكسرولة بتاعتنا واحنا شغالين مع بعض، ونعمل خلطة حلوة كده. الخلطة دي عبارة عن ايه يا عم الشيف؟ عبارة عن توم، واحنا مع بعض كده واحدة واحدة. شوية توم طازة بتحطوا هنا كده، بحط على التوم ده شوية كزبرة خضراء، مكعب زبدة، خلطة كده، خلطة مغازية اهي. حلو الكلام. واخلي دي هنا كده، وحط عليها شوية عصير برتقان. عصير برتقان على الخلطة دي. انا بكون مبسوط لما صديق لينا او في المهنة بيتصل، معناته ان في متابعة وبنستفيد، ودي بتبقى حاجة حلوة. حطيت ايه يا عم الشيف هنا؟ حطيت زبدة وملح وفلفل وشوية كزبرة وتوم، واخلطهم مع بعض كده. ركزي في التركية دي كده. هاخد الخلطة دي. المخرج بيسألني بيقول لي ليه حطيت زبدة؟ الله عليك، انا بيهمني في السؤال التركية اللي انت حطيت ليه زبدة يا شيف. الزبدة بتجمع كل الخليط ده كده، ولما بتخش مع صدر الفرخة بالخلطة اللي انا عاملها دي كده بتكرمل الصدر بتاع الفرخة، وبتغذي الانسجة بتاعت الفراخ. بالشكل ده كده. ناخد الخلطة دي زي ما هي كده، ونيجي مكان مقطعنا بالسكينة ونحط كده. الله عليك وعلى والديك. شفت الجو ده كده هنا اهو. ونيجي بطن الفرخة بنحط شوية منها كده اهو، وناخد الفرخة دي نحطها هنا. نعمل واحدة تانية مع بعض واحنا شغالين اهو. فرخة اهي بطريقة جديدة اهو. هي الفراخ عندك في التلاجة، جبتش حاجة من بره، مكعب زبدة من التلاجة، شوية الخضرة عندنا موجودين اللي أنا حطيتهم، اللي هم الكزبرة مع التومة اللي أنا حطيتهم كده بالشكل كده اهو. وموضوع جديد، التركاية في إيه يا شيف بقى؟ في الزبادي مع الزعفران وعصير البرتقال. هستخدمه إزاي؟ ناخد الخلطة دي كده في بطن الفرخة، وناخد الفرخة المتكتفة دي كده نحطها هنا. اللهم صل على النبي. ونشيل الحاجة دي من هنا ونوسع لنفسينا. هتعمل ايه يا عم الشيف حالا دلوقتي؟ حابين تطلعوا فاصل ولا اكمل يا شباب؟ انا معاكم. حاضر. هناخد ده كده ونروق الدنيا. مطلوب مني ان انا اطلع فاصل دلوقتي، بس للامانه في تركايه هنا عايز اعملها لحضراتكم. انا مش طيب، خلينا نعمل التركايه مع بعض علشان نشوف ازاي تفاصيل الفراخ دي هتطلع مع بعض زي ما هي كده يا شيف مغازي. هنعمل خلطه الزبادي مع بعض. الزبادي عندنا يا مسهل مع الزعفران. الله اكبر، ده زبادي مش لازم يعني، قليل الدسامه اللي موجود ما فيش مشكله. بنحط عليه الزعفران بتاعنا، بنحط على الزعفران ده شويه ثوم. حلو قوي. وتشيل الزعفران من قدامك علشان ده ممكن يخلي لك كل لون المطبخ برتقاني. وتحط شويه ملح، شويه فلفل، عصره ليمون يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. عصير برتقان يا عم الشيف. ونقلب كل ده مع بعضه اهو. درجة حرارة الفرن عندي كام؟ 180. تاني عصير برتقان، زعفران، والزبادي مع التوم مع الملح والفلفل،
وننزل بيه عم الشيف على الفراخ بالشكل ده كده اهو الاثنين مع بعض اهو، ونمسك الفرخه كده نعومها في الخلطه اللطيفه دي. هي كده كده تفتح النفس، اللون البرتقالي سبحان الله نبص له شويه ناكل كل حاجه نفسنا فيها. اه في خضار هنقطعه معاه، ده طبعا هنجهزه بس نخلي الفراخ تستوي شويه، ونقدم معاه تشكيله من الفلفل الالوان، كوسه، بطاطس، خيار، اللي انت حباك، كل التشكيله من الخضار زي ما هي كده عم الشيف على فين؟ على الفرن. اه اللهم صل على النبي. درجه حراره الفرن عندي 180، مطلوب من الفرن هنا بالظبط كده ما بين 40 دقيقه ل 35 دقيقه، لان الفراخ شايلين الجلده بتاعتها وصغيره في الحجم فمش تاخد وقت كتير في السوا. هطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. فراخ مشويه بالزبادي مع الزعفران، هنقدم معاه شويه خضار حلوين، الخضار ده حسب الرغبه، ممكن تكون بطاطس، ممكن يكون فلفل الوان بالشكل ده كده، سكتك تكون حاميه. الفلفل ده يتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع، ده مهم جدا على فكره، علشان ما ينفعش تقطعي فلفل، ما ينفعش تقطعي بصل، ما ينفعش تقطعي بقدونس، ما ينفعش تقطعي كزبره وتغسليها بعد التقطيع. اه بالشكل ده كده. يا نعم. حلو، سؤال ممتاز جدا، جالنا سؤال دلوقتي على السوشيال ميديا، الفراخ دي لو انا عايز اعملها دايت ممكن نستبدل الزبده بالزيت؟ سهل جدا، والزبادي نجيبه من السوبر ماركت قليل الدسامه، يعني نسبه الدسامه فيه قليله. اه بصل اتقطع كريهات بالشكل ده كده، كريهات يعني مكعبات اهو، وننزل بهنا كده معانا بصل اخضر انا بحبه دايما يشارك في الاكل مش مع العدس وبس، ياخده كده اهو. الله، الحاجات دي كلها بتقوي المناعه، الحاجات دي كلها لما تستخدميها في الاكل انت كده يعني الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، وانك انت تقدري من الاكله بتاعتك يبقى الاكل صحي ونبقى عندنا مناعه وحاجات تبقى جميله جدا في ظل الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي والمشاكل الصحيه اللي احنا بنواجهها. عندك بصل اخضر، عندك فلفل، عندك جنزبيل، عندك ثوم، الحاجات دي كلها مفيده على فكره. الفلفل ده كده اهو، الفلفل الملون ده فيتامين سي، خلي بالكم فيتامين سي مش في البرتقال واليوسفي بس، ده الفلفل الالوان فيه فيتامين سي، والجزر فيه فيتامين سي، والجوافه فيها فيتامين سي. اه فلفل حار ده يتقطع كمان، وهنعمل الخلطه دي مع بعض. اشيل دي من هنا واوسع لنفسي، عود الشبت ده يزغلي العينيه، بحطه زي ما هو كده. الشبت بيدي فليفر حلو بس حرامي لو كترت منه بيسرق الطعم، يا اما يقلب لك الاكله يخليها محشي. شايفين الخضار ده كده اهو، اه ايه الحلاوه دي يا شيخ، ايه الجمال ده. اه دي السجاده الحمراء او السجاده الخضراء بنسميها، يعني ايه الاسم الفكاهي ليها، فراخ في الفرن نبص عليها عم شفيق، فراخ تطلع تلاقي الخلطه الحلوه دي كده ونحطها في قلب الطبق ونقدمها. لا انا عايز اقول لك صورني معاها وهي في الفرن، جميله جميله، شفت الفراخ فاتحه كده شكل قلب ازاي في الفرن، الانسجه جواها خلطه لطيفه، واعمل لها كمان خلطه على الفرن على البوتاجاز، حلوه قوي. خلينا نطلع الفراخ نحطها على الخضره دي وندخلها الفرن عشان نوسع لنفسنا بقى اهو بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. ونجيب الفراخ من الفرن وندخل الصينيه دي بعد كده الفرن، اللهم صل على النبي. ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيخ، يا ويلي يا ويلي على الحلاوه. نشيل الفراخ دي بالراحه كده، يلا شفت الفرخه، شفت الفرخه كانت فين وبقت فين دلوقتي. وطريقه جديده زي ما هي، تصورني معاها. نشيل الصلصه الجميله الحلوه، الجوس اللي نزل منها ده كده ينزل على وشها تاني، ايه الجمال والحلاوه اهو. وقدميها في نفس الصينيه، اسمعي كلامي، اسمعي كلامي اهو، زي ما هي تتقدم اهي، ولا ولعنا فحم، طريقه جديده خالص اهي. عينيا يا فندم، ناخدها زي ما هي كده، الصينيه سخنه اهو، اللهم صل على النبي. دي مكانها فين في الفرن؟ حد يقول لي، حد يقول لي، قول لي ولا تخبيش يا زين. اهي اهي اهي، بص عليها البصه الاخيره، هو ده
جوز فراخ مشويين بالزعفران على طريقة الشيف المغازي، تقدر تقولي من المطبخ المغازي. هنطلع فاصل صغير ونرجع لسر عمل صوص للجبنة اللي أول مرة بجبنة مجدولة بنستخدمها في أطباق الحلويات. أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. نطلع الفراخ بتاعتنا جاهزة. اللهم صل على النبي. جهز لها كده طبق زي ما هي هنقدمها. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. ايه بالشكل ده كده، نحط عليها شوية خضرة. يتقدم على السفرة زي ما هو كده، ما تغرفوش في طبق تاني. الجمال في تشكيلة الخضار، تفتيحة الصدور بتاعة الفراخ كده حلوة زي الفل. حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة، فيها تفاصيل كتيرة، فيها معلومة، فيها خبرة طهوية بوغازية. طبق مكرونة من المطبخ الطلياني بخفة دم مصرية بجبنة مجدولة، عملنا كاسات التمر بالمكسرات والعسل، شفنا التكنيك العالي. طبق مفيد جدا للكبار والصغار والرياضيين. فراخ بتتكلم مصري ولكن بالطعم الهندي، فيها زعفران، فيها زبادي، فيها تشكيلة من الخضار لونها لطيف وجميل يفتح الشهية. رؤية فن إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.